ابسطي ذلك السريعة المعونة. طب ابسطي مدافع الأمر، لكن مش خارج، مش مقصود به الأمر، خرج إلى التوسل السريع المعونة على عبدك. وصاحبة السؤال ده حاطة تحت كلمة عبدك خطين، ما ده كلام اللي بيقوله البروتستانت، ازاي تقول عبدك؟ يا مريم أنا عبدك، ودي فيه إيه؟ إيه لما أقول عبدك؟ ده أي واحد بيقف يلقي كلمة يقول سيداتي وسادتي، يعني بقى هو سيداته. وهو احنا عيب ان احنا نبقى عبيد للعدل؟ ده احنا بنقول لها ايتها الملكة القائمة عن يمين الملك، فلما تكون هي ملكة ما نبقاش ليها، احنا عبيد ليه؟ ما فيهاش عدل، عبدك غير عبادك، عبدك خدامك. لما نقول للقديسين عبدك ما فيهاش حاجه، ده احنا في القداس بنقول سادتي الاباء الرسل، يعني احنا عبيد يعني رقيق مستعبدين. لا طب كلمه مؤدبه، كلمة مؤدبة، زي واحد بيبوس إيد أمه هو خارج من البيت، أو يقبل يد أبيه أو أمه أو جده، معناها إنه عبد ليهم، احترام، كلمة احترام، لأنها الملكة القائمة عن يمين الملك. ده داود أول حاجة في إنه يمسك قيصراته ويمسك الوتر الأول منها ويقول قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. بس دي ده البروتستانت هم اللي ينتقدوا كلمة عبد. احنا احترمنا القديسين نقول زي ما نقول في ده أبونا إسحاق أب الآباء في مباركته ليعقوب قال له كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، يعني دي عبودية، يعني احترام وتوقير. يقول هذا يختلف تماما عن مخاطبة الطبيعة، فمن الذي يبسط المعونة غير الله؟ لا، احنا بناخد معونة من القديسين، دي غير المعونة بتاعت ربنا، بقى احنا بنطلبش معونة من القديسين. طب صاحب السؤال ده ما بيطلبش معونة من مرجرجس؟ ما بيطلبش معونة من الملاك مخييل؟ اشمعنى العذراء ما يطلبش منها معونة؟ وكل الاستشفاع مش نوع من المعونة؟ امال احنا بنستشفع بالقديسين ليه؟ من اجل ان احنا ناخد منهم معونة. فهي ايه لما ناخد منهم معونة؟ وهي لي اسباب توب، يعني بنتشفع بها في امور روحية، إنها تبعد عننا الأفكار، إنها تبعد، إنها تساعدنا على التوبة. كأم حنونة بنطلب منها إنها تشفع فينا. كل ده تأثير بروتستانتي.